لكن علشان برضو نكمل في إطار إن إحنا نفهم كويس، بعد ما الدول تتقدم بملاحظاتها، حضرتك قلت لي إن في جلسة خبراء قاعدين دلوقتي بيحطوا مشروع القانون قدامهم، ومشروع القانون مكون من 3 بنود، وياخدوا المقترحات على كل بند فيهم من أي دولة مقدمة اقتراحات بخصوص هذا البند، صح يا فندم؟ صح. كويس. هو مش مشروع قانون يعني، هو مشروع قرار، انا اسف في تجربه مجلس الشورى، انما لا انا لا لا مشروع قرار، مشروع قرار، ايوه. انا اسف، ما انت عارف ان احنا عندنا التشريع يبقى قانون، انتوا عندكم يبقى قرار. تمام. فياخدوا مشروع القرار وياخدوا بالطلبات في كل دوله مقدمه. اه والله انت بتقول هنا مثلا ان مصر والسودان يلتزمان، لا طب بعد اذنك غير كلمه الالتزام، يبقى مصر والسودان كذا. ويبدأ الآن يتم نقاش هذه التغييرات، صح؟ صح. طيب. يتم نقاش حول التعديلات التي تم التقدم بها لغاية امبارح الساعة 6 مساء وفقا للحد الزمني اللي تم الاتفاق عليه داخل المجلس. كويس. وتم تحويل هذه التغييرات إلى لجنة خبراء عشان تخرج بمشروع شبه نهائي لمشروع القرار. لا، علشان تناقشها وتتعرف على أكتر على أسبابها وعلى إيه اللي ممكن يشكل الحد الأدنى اللي يخلي مقدم هذا التعديل أو هذا الرأي يغير تصويته. يعني ساعات الناس بتقدم تعديلات تكون شوية زيادة، بحيث إنه لما يحصل مناقشات جانبية على لا طب ممكن نشيل فقرة فصلة هي هنا، هي سيب، ممكن نحط سياسة يعني سيب ونسيب، فيها شوية فصال. ايوه طبعا يا فندم، ده اللعب بتاع الشغل الدولي، سيب ونسيب. انا عايز تعديل واحد، اقدم 12 تعديل فيبدا بقى، طب انا هتنزل عن 8 بس مشيل الاثنين دول وكده، صح؟ ايوه كده. تمام كده. يعني انتم بقالكم الوقت اسبوع او اكتر بتتعاملوا بقوه مع اللوبينج. احنا هنا علشان كده لقاء وزير الخارجيه المصري ولقاءات السفراء العرب التابعين لجامعة الدول العربية في أروقة الأمم المتحدة هي لإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بوجهة النظر المصرية، وبالتالي تقل طلبات التغيير وتبدأ تفهموا أهمية هذه القرار. بالضبط كده، بالضبط. كويس. حدثني بقى عن هذه الجهود في الأربع خمس أيام اللي فاتوا يا فندم، قول لي اجتماعات كانت قد ايه؟ السودان اتحركت ازاي؟ اللي انا عارفه ان وزير الخارجيه المصري تحرك ازاي؟ اللجنه الرباعيه، دور جامعه الدول العربيه يعني الداعم وبقوه لمصر والسودان في هذا الامر. ايه اللي حصل؟ اجتمعتم مع مين؟ عملتوا ايه؟ احنا الـ هو موجود في نيويورك وزير الخارجيه المصري ووزيره الخارجيه السودانيه، ووصل أمس فقط وزير المياه الإثيوبي علشان يشارك في جلسة مجلس الأمن. احنا طبعا اللجنة اجتمعت أولا مع وزير الخارجية المصري، كانت وزيرة خارجية السودان لسه ما وصلتش، وبعدين اجتمعنا مع وزيرة خارجية السودان. وطبعا احنا كلنا الثلاثة بنقوم بجهود موازية، وبالتالي الوزير المصري والوزيرة السودانية بيقابلوا جميع أعضاء المجلس منفردين وفي مجموعاتهم الإقليمية، يعني بيقابلوا مجموعات المجموعة الأفريقية، المجموعة الأوروبية، الدول الخمسة دائمة العضوية، الأعضاء الكاريكوم والدول اللاتينية، وبيقابلوا مجموعة عدم للانحياز، وبيقابلوا المجموعة الإسلامية، يعني كل التجمعات أو التكتلات التكتلات بنقابلها. التلات أجهزة المعنية، الوزير المصري والوزيرة السودانية واللجنة العربية بيقابلوا، وبالتالي بنحاول ندفع في اتجاه أنه القرار المقدم، المشروع القرار المقدم هو في اتجاه دعم وساطة الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى الاتفاق الملزم للملء والتشغيل، وليس في اتجاه التناقض معه كما تدعي إثيوبيا في خطابها اللي بعثته لرئيس مجلس الأمن حول قرار الجامعة العربية والجهود اللي بتقوم بها الجامعة العربية. كنت لسه هسألك عن ده. هو حاول ان هو
يحدث تفرقة. يعني خلينا بقى ننتقل إلى كيف نواجه التحركات الأثيوبية الدبلوماسية الأخيرة علشان زعزعت الأمور، وإن هو يبعد الجامعة عن الأمم المتحدة ويضرب هنا ويضرب الاتحاد الأفريقي في جامعة الدول العربية. احكي لي كيف تعاملتم مع هذه الأشياء أو مع هذه المحاولات في أروقة نيويورك؟ احنا كنا بنوضح لكل الناس اللي احنا بنقابلهم، والبعضهم قابلناه مرة واثنين وثلاثة في إطار انه معظمهم بينتمي الى عدد من التجمعات اللي انا قلتها، ان احنا بنوضح انه قرار مجلس الجامعة 8661 اللي تم اعتماده في الاجتماع الوزاري في قطر بيشيد بجهود الاتحاد الافريقي، بيقول ان الجامعة العربية بتدعم جهود الاتحاد الافريقي، وبيشيد بجهود الرئيس رامافوزا رئيس جنوب افريقيا، والرئيس تشيتسيكي رئيس الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وبيطلب ان الامم المتحدة تدعم الاتحاد الافريقي، وده اللي بيقوله القرار. القرار ما بيقولش وقفوا جهود الاتحاد الافريقي والجامعة العربية بتطالب بكده، بالعكس الجامعة العربية بتطالب الامم المتحدة وفقا للآليات الموجودة ما بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي انها تدعم الاتحاد الافريقي في اتفاقية لسنة 2014 بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال منع النزاعات وفي مجال الإنذار المبكر وفي مجال الوساطة وما إلى ذلك، في إطار التنفيذي لأجندة 2063 الأفريقية اللي هو البايدا، في المفروض أن الأمم المتحدة تقوم بمجهود لتنفيذ موضوعات سايلنسينج ذا جن ومنع استخدام القوة العسكرية في النزاعات في أفريقيا، في قرارات عديدة لمجلس الأمن وبيانات رئاسية لمجلس الأمن حول التعاون ما بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وبالتالي الأمم المتحدة عليها مسؤولية رئيسية، ليس فقط أنها ترمي الكرة في ملعب الاتحاد الأفريقي زي ما مجلس الأمن عمل في 2020، ولكن الأمم المتحدة تدفع كمان بالقوة الإضافية اللازمة لإنجاز الاتفاق المطلوب خلال مدة زمنية معينة وهي 6 شهور حسب ما هو مقترح في مشروع قراره. وبالتالي احنا بنوضح ان كل الكلام اللي اجي بقى للكلام اللي قاله سفير اثيوبيا في ردا على الرسالة على القرار العربي، يعني لابد ان اثيوبيا كانت تقرأ القرار العربي من هذا المنظور. ده النقطة الاولى. النقطة الثانية، القرار العربي 8661 بتاع اليونيا بيختلف عن القرار اللي صدر السنة اللي فاتت في 2020 اللي هو 8524 في حاجة أساسية، وهي أن قرار 8524 جيبوتي والصومال تحفظوا عليه، وجيبوتي والصومال من الدول المجاورة لإثيوبيا ولها حدود مشتركة مع إثيوبيا. جيبوتي والصومال لم يتحفظوا على قرار الجامعة العربية الأخير وصدر القرار بإجماع الآراء. ده صحيح. مما يعني أنه حتى جيران إثيوبيا أصبحوا أكثر اقتناعا أنه لابد أن يبقى فيه تحرك لدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الإطار. إحنا لا ننتقص من قدرة الاتحاد الافريقي ولا نريد ان نقلل من شان الاتحاد الافريقي، ولكن نسعى لدعم قدره الاتحاد، وده الكلام اللي اكدناه لمجموعه الاي 3 بلس 1 اللي هي الدول الافريقيه الثلاثه كينيا والنيجر وتونس ومعاهم سانت فينسنت اند جرينادينز، انه ده الاطار اللي احنا بنتكلم فيه، وان بنقول ان المراقبين اللي المفروض ان هم يكونوا يشاركوا ويحاولوا يقدموا اقتراحات ويقدروا يعملوا شغل مع الأطراف المعنية، وكل الأمر في مفاوضات ما بين الأطراف المعنية وليس هناك تدخل مباشر في المفاوضات من الجامعة العربية أو من الأمم المتحدة. طيب ندعم جهود الاتحاد الأفريقي في هذا الإطار.